السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. أهلا بالجميلات الأنيقات. فإلا كنتي مهتمة بموضوع الموضة، ما عليك إلا تنضمي لهاد القناة وتفعلي جرس التنبيهات باش يوصلك كل جديد على القناة. فكما كتشوفوا معايا هنايا، معايا موديلات أنيقة ورائعة وحديثة وعصرية. أنا كما كتشوفوا معايا معايا واحد لبسة اللي هي غزالة ما شاء الله، كما كتشوفوها معايا هي مريحة كذلك في اللبسة. شوفوا معايا اللونات، شوفوا معايا طريقة الفصالة ديالها أو الختيمة ديالها، وشوفوا معايا هاد الشوميزة دي كذلك طريقة الخدمة ديالها كيفاش مخدومة. فهي غزالة ما شاء الله، شوفوا معايا فهي مختلفة على اللي شفنا في الفيديوهات اللي قبل. ومشوا هاد الموديل هذا اللي جاي كذلك مختلف على اللي شفناه من قبل. شوف معايا طريقة الخدمة ديالها كذلك، وهاد لونسومبل هذا كيفاش مخدوم الطريقة ديالو. شوفوا معايا فلا فيديو هنايا كيقربكم اكثر لهاد التنسيقات هادو وهاد اللبسات هادو كذلك، والعبايات بالنسبة للسيدات اللي كيبغوا هاد الشكل ديال اللبسات. شوفوا معايا هاد اللبسة كذلك، هاد الفستان هذا اللي كيجي مريح في اللبسة. شوفوا معايا طريقة الخدمة ديالو كذلك، جات غزالة ما شاء الله. انا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد اللبسه هادي كيفاش مخدومه كيفاش ملبوسه كذلك. كنتمنى الفيديو يعجبكم، فإلا عجبكم الفيديو ما تقولوش عليه بالضغط على زر الاعجاب. وهاد لا فيديو هذا كيستحق منكم مشاهده، فيه تنسيقات اللي هي عصرية وجديدة بالنسبة للسيدات اللي كيبغوا يعرفوا آخر ما كان في الموضة، وكذلك بالنسبة للسيدات اللي كيبغوا يعرفوا اللي كيفصلوا بحالة كمثلا هاد النوع ديال اللباس، وكيبغوا يعرفوا كذلك آخر ما كان في الموضة. فكملوا الفيديو حتى الاخير هكا باش تعرفوا على اخر ما كاين في الموضه، وتعرفوا على اللباس التركي بالنسبه للسيدات المحجبات.